مسجدنا بحاجة مثلا المال عليه ديون مليون دولار، هل يطلب الزكاة للمال؟ علم أن مسجدنا في دروس وتعليم للقرآن. البرامج التعليمية اللي في المساجد مصارف زكوية قطعا. المباني يعني والحيطان الزكاة مصرف احتياطي لها إذا طال الأمد وشحت أيدي الناس وأغلقت دونك نفوسهم وقلوبهم وجيوبهم ولم يبذلوا إلا من الزكوات الواجبة عشان ننقذ البنيان هذا الذي كاد أن يأكله الصدأ وكاد أن يتخرب وكاد أن يفسد. فمثل هذا أرجو أن لا حرج إن شاء الله. وإن كان المسجد مدينا فلا بأس أن تغطي الديون التي على المسجد من دين الغارمين، خصوصا بالغارمين الأشخاص الطبيعيين الغارمين. بارك الله فيك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب.